حياكم الله مشاهدينا الأعزاء من جديد. وصلنا إلى آخر موضوعات أمسيتنا لليوم، ومع المواهب الشبابية الوطنية ضيفنا لليوم شغف بحبه للتصوير الفوتوغرافي، ما دفعه لتوثيق أهم المعالم الأثرية والطبيعية بعدسته. ولم تقتصر موهبته على فن التصوير الفوتوغرافي، بل اتجه إلى فن آخر والذي يعتبر جزءا من الفنون الجميلة، ألا وهو فن الخط العربية. طبعا يسعدنا أن نستضيف المصور الفوتوغرافي والخطاط عبد الله الأستاذ الحمادي، حياك الله اليوم في برنامج أماسي ونورتنا تقريبا في البرنامج. والنور نوركم. الله يخليك تسلم. أستاذ عبد الله، في البداية نبي نعرف القصة اللي يعني أودت لعبد الله أنه يتعلم فن الخط وكذلك التصوير الفوتوغرافي. طبعا هم شيئين مختلفين بس جميل الجمع بينهم. بنعرف كيف بدأت هذه المواهب الجميلة مع عبد الله. في البداية هي قصة أنا أسردها دائما في أي لقاء أو في أي سؤال. نعم. عن البداية هي كانت في مرحلة الابتدائي أو يمكن أصغر. جميل. طبعاً تقريبا هذه المرحلة اللي هي مرحلة المواهب، مرحلة نعم. الفضول خلنا صحيح. نقول فمن باب الفضول أمي كانت تصور، أمي مصورة فوتوغرافية كانت. جميل. وكان خطها يعني جميل لما جميل. كانت تصلح للطالبات. جميل. وأيضا كانت يعني هي مثالك تقريبا التي تقتدي فيه تقريبا. هي كانت شعلة الانطلاقة خلينا نقول. وبعد هي كانت ترسم في دفاترها في الجامعة. جميل. فهذه الثلاث نقاط أو الثلاث مفاتيح تمت راسخة فيني لما يعني أنا كبرت. لكن النقطة الحقيقية أو الانطلاقة ما كانت من هذاك السن بالتحديد، لأن معك يعني مع كبر السن والدراسة والتشتت والفضول اللي لها يعني أبواب كثيرة، كانت البداية نقول هاي في البداية كانت فتيل الشرارة مثل ما يقال. نعم، خلينا نقول إن كانت هي الفتيل. صحيح. فعلى سبيل المثال في التصوير الفوتوغرافي تقريبا أقدر إني أقول إني بديت من 2009 2010 تقريبا. جميل. على هذا النحو. في الخط العربي كانت البداية الفعلية من أول سنة جامعة 2015. وأنا أرسم يعني كذلك. طبعا الرسم كان يرافقني من يوم أنا صغير. جميل. لكن في انقطاعات كثيرة يعني. صحيح. على المراحل العمرية ومن الانتقالات من إمارة لإمارة، لأن أنا سكنت خارج الدولة و جميل. وفي الإمارات في كذا إمارة، فتقدرين تقولين أن بعض يعني غير متناسقة في نعم. في التعليم هنا. نعم. نتحدث كذلك عن الدعم والتشجيع، مثل ما قلنا اللي كانت القدوة بالنسبة لك الوالدة الله يحفظها، ما هو الدعم والتشجيع اللي حصلته تقريبا من قبل العائلة الكريمة أو كذلك الأم أو حتى أصدقائك؟ والله أي فنان قد يواجه هاي المشكلة. صحيح. إنه هو راح يتعلم ويبذل جهد في تكوين فلسفته وتكوين شخصيته. صحيح. ومن ثم راح يطرح أفكاره. صحيح. ففي هاي الخطوة بالتحديد أنت تحتاج على الأقل لو شخص واحد خلنا نقول إنه بس يسندك. صحيح. لو بكلمة لو بأي شكل من صحيح. أشكال الإسناد. صحيح. فكان الدعم وافر. جميل. من الوالدة والوالد الله يحفظهم. آمين. وكان الدعم معنوي بشكل كبير. جميل. ودعم مادي يعني بالطبع. صحيح. لكن وحتى الأصدقاء كان لهم دور. جميل. من ناحية الانتقاد، من ناحية الأخذ بالنصايح. صحيح. دائما يكون كذلك النقد البناء، يعني نحن ناخذ بشكل عام، يعني اي واحد من افراد المجتمع ياخذ النقد البناء مثل ما يقول انه سلبي، ان انت قاعد تهدمني او تهدم موهبتي. بالعكس، مرات يكون يعني شيء انت مو بشايف انه غيرك شايف انه، فبيأثر ببناء الموهبه اكثر. فكيف كان تاثير هذا الموضوع بالنسبه لك؟ وهذه هي النقطه اللي الكثير ما راح اقول انه يغفل عنها، لكن صحيح. تروح عن بال الكثير. صحيح. ان احيانا انت كمتخصص انت تشوف شيء ما حد راح يشوفه. صح. لكن انت على سبيل المثال هذه القطعه الفنيه او هذه اللوحه الخط العربي الهدف منها هو كذا. صح. لكن الرائي عنده اهداف وخيالات ثانيه. صح. فهني انت من باب اولى انك تدخل انتقادات الرائي. صح. الغير متخصص. صحيح. فهني انت يمكن هذه تفتح لك افاق جديده. صحيح.
نعم، تحدث كذلك بما أنك أنت المميز أنك تتقن مهارتين أو موهبتين، ومثل ما قاعدين نشوف على الشاشة اللي هي بعض الصور الفوتوغرافية الجميلة اللي أتقنها تقريبا الأستاذ عبدالله. تحدث عن هذا الفن، فن التصوير الفوتوغرافي، ما هو المميز فيه والقريب بالنسبة لك؟ في البداية أن التصوير الفوتوغرافي، يعني أنا دائما أحب المصطلح اللي هو فنان فوتوغرافي، لأن صحيح. لأن في كلمة الفنان فيها اللقطة فن تعتبر أصلا. أكيد صحيح. وكلمة الفن أنا أشعر يعني أشعر فيها أنها تعبر بشكل عام لكن بشكل أعمق صحيح. عن الفعل الفوتوغرافي كالتصوير الفوتوغرافي. ففي التصوير أنت مثل ما تشوفين على الشاشة يعني صور ولقطات مميزة ومتنوعة تقريبا، يعني أغلب اللقطات تكون عادة يعني مألوفة صحيح للمشاهدين، لكنها بنفس الوقت غريبة من صحيح. زوايا يعني غريبة صحيح. النقطة اللي كنت أبقى أوصلها أو اللي لازلت أوصل للنقطة اللي أو للهدف نعم. خلنا نقول أو القصد من هذه الصورة اللي التقطها نعم. أو نعم. حتى نقول من هذا الأسلوب جميل. هو أن كل يوم إحنا نمر على مناطق ومواقف وأشخاص صحيح. وشخوص وإحنا نلاحظ بس إحنا ما نركز صحيح. أو ما نوقف أو فهي يعني بمعنى آخر أنا قلتها قبل أن هي أحاول إني أوثق روح المكان صحيح. أيا كان بالأشخاص بالوجوه في الشوارع القديمة في الشوارع الحديثة حتى في المدن القديمة أو حتى الحديثة صحيح. كل منه له طابع صحيح. يعني المدن كل وراء حكاية تقريبا فكل مكان كل أو وراء فكل شخص يعني حكاية بالضبط نعم. تحدث كذلك أستاذ عبدالله بما أن نقول المصورين عددهم كبير، كيف قدر أستاذ عبدالله أن يكون مميز بين هذه المجموعة الكبيرة تقريبا من المصورين الفوتوغرافيين؟ طبعا تكوين الشخصية من الأمور المعقدة شوي صحيح. لأن الفنان خصوصا يدخل في مرحلة يعني معقدة في البداية صحيح. هاي المرحلة تكون عبارة عن أن يعني على سبيل المثال أنه يختار من كل بستان زهرة جميل. لكن نعم. خلنا نغير أساس المثال أنك عقب تعرف أنت الاتجاه أو الشيء اللي أنت تحبه مثلا أو قريب نعم. لك نعم. فخلنا نغير المثال أنه يأخذ من سلة الفواكه نعم. فاكهة معينة جميل. من كل الأصناف اللي هو يحبذها أو اللي هو يميل لها، من بعد ما يجرب كذا صنف راح يميل لكذا صنف صحيح. فبعد هذه التجارب راح يشوف عمره راح يلاقي نفسه، لكن أيضا هذا ما يكفي صح. لازم أنت تفتح باب المقارنة صحيح. بينك وبين الأفضل، لا تفتح باب المقارنة بينك وبين الأسوأ صحيح. وإذا أنت تبغى تتعلم شيء أو مهارة معينة أبدا لا تذهب إلا إلى رأس الهرم صحيح. لأن رأس الهرم مثل ما هو وصل أنت بتوصل صحيح. وبعد يعني هذه المفاتيح الواضحة للكل صحيح. الخفية أحيانا للبعض يعني صحيح. كيف كان أثر الوالدة الله يحفظها عليك في فن التصوير الفوتوغرافي؟ مثل ما قلت أنها كانت بعد تلتقط مثلا صور معينة أو شيء، كيف هالشيء بث في روح عبد الله أنه يحب هذا الفن ويكون مميز فيه؟ الله يحفظها، يعني لما أنا كنت صغير لما كنا نسافر ولا نروح لحديقة الحيوان ولا يعني لأي مكان نعم. هي كانت تشيل معها كاميرا الفيلم جميل. فدائما لما هي تبي تصور صوره ولا اي شيء هي اي صوره أي شيء يعني هي تبغى نعم. فانا احس انه لا لازم انا اللي اصور ليش جميل. والله ما اعرف يعني بس احس كان عندك الدفاع من يوم لا لازم انا اللي اصور هي نعم. لازم انا اللي اصور ليش لان جميل. انا اشوف الزاويه هذه افضل صحيح. يمكن هو شيء خاطئ بعض الشيء لكن ما اعتبر ان الفضول في أي نوع من الخطأ يعني جميل. وكذلك التجربة هي تعلم وتسقل كذلك أي موهوب أو أي فنان حاب أنه يطور من نفسه. أستاذ عبد الله لما نتحدث عن الأسلوب اللي يتخذه الفنان عبد الله في تصويره، في ناس مثلا يحبون الوجوه، في منهم يحبون الأماكن، في مثلا يحبون الطبيعة، شو الشكل اللي يحبه عبد الله من خلال صوره ويعكسه تقريبا؟ يعني أنا أميل للطبيعة وأميل للوجوه وأميل للشوارع جميل. وأميل كل ما هو
خليني أقول لك أنه كأنها يعني قصيدة مكتوبة، جميل، لكنها في صورة. جميل. ففي بعض الصور اللي أنا أرفقها على الإنستغرام، نعم، تحتها في يكون في هذه نصوص أدبية جميل، مكونة من 4 5 أسطر، يعني هذا تقريبا في هاشتاج اسمه فلسفة عبد الله. جميل. وهي يعني محاولات مني لإبراز المشاعر جميل. الشعرية كانت أو النصوص الأدبية ككتابة نصوص، تعبيرا للصورة ولف و يعني لفحوى الصورة وما وراء الصورة. فأحاول قد ما أقدر أني أجمع هذه الخيوط كلها عشان أشكل عمل فني مكتمل من كل الأضلاع. أستاذ عبد الله، تحدث كذلك عن أهمية معالجة الصور بالنسبة للمصور أو أي فنان تقريبا في فن التصوير الفوتوغرافي، شو أهمية هذا الموضوع بالنسبة للصور؟ إذا دخلنا في باب معالجة الصور، معالجة الصور هو باب فني بحد ذاته. صحيح. الكثير ما يعلم هالشيء. ويعني وفي أدلة كثيرة، يعني صحيح. يعني احنا مثل ما نشوف في الأفلام على سبيل المثال، هل المصور السينمائي اللي يحمل الكاميرا هو بنفسه اللي يسوي الكلر جريدنج لل حق الفريمينج؟ لا طبعا، لان هذا تخصص وهذا تخصص. صحيح. هذا له فلسفته وله يعني هذا مدرسته، وهذا صحيح. ايضا له الهاماته وسبل توصيل الفكره والاحساس. صحيح. فكل له دور. الصوره العاديه هي تبقى صوره. صحيح. لكن هني انت تقدر تمسك بريشتك كفنان. صحيح. تقدر تجرد هاي الصوره من المشاعر او من الحياه او من الروح. صحيح. تقدر انت توهبها الروح. صحيح. تقدر انت تحيي الصوره بالالوان وبالقصه ايا كانت، بالالوان البارده او الحاره او. صحيح. ففي النهايه معالجه الصور فن بحد ذاته، يعني وعالم. صحيح. كبير. صحيح. فالامر جدا واسع يعني. نعم. استاذ عبد الله، تحدث كذلك عن اهم الدورات والورش اللي لازم المصور انه يروح لها ويسقل موهبته تقريبا. في بعض الفنانين مثلا من اول ما اقتنى هذه الكاميرا قال خلاص انا مصور ونعرف، واخذ لك مثل ما يقول ردود افعال الناس، مثلا حد شجعه، حد قال مثلا لقطاتك مميزه. كيف يرى يعني اي فنان مثلا في اي فن مثلا في المجتمع، مثلا فن مثل فن التصوير الفوتوغرافي، كيف يعمل المصور او الفنان على صقل موهبته وطبعا يعني الخروج بخطوات طبعا تكون ممتازه ل يعني يروي ابداعاته طبعا لافراد المجتمع؟ جانب التعليم او جانب التثقيف الفني جانب مهم جدا. صحيح. وقد يكون ثقيل. صحيح. بعض الشيء على الفنان. نعم. كونه ممتلئ بالاندفاع وبالفضول وبال فاللي قاعد يصير انه يعني انت مثل ما قلتي انه في فئه من الناس من يقتنون الكاميرا، او خلينا نقول من يقتنون اقلام الخط، او من يقتنون الفرشاه واللوحه، خلاص انا فنان او قالوا انا فنان. نعم. ما بالك انه في اليوم فنانين كبار تقريبا هم يعني هذا قضوا فوق الثلاثين سنه، فوق العشرين سنه خبره في هذا الفن. وحتى يوم انت بتسالين ان انت فنان يقول انا ما اقدر اقول عن نفسي فنان، اقول ان انا. صحيح. فنان، لانه هني هو يدخل في فلسفه عميقه جدا انه. صحيح. ما هو الفنان؟ صحيح. هل هو شخص يرسم لوحة ويصور صورة ويكتب كلمة، أو هو شخص ذو رسالة عميقة؟ جميل. غير مؤطرة بأي إطار، غير مؤطرة بأي إطار أحمر أو شمع أحمر خلنا نقول. صحيح. فإن دائما الفن هو المنتصر دائما. صحيح. على كل الأفكار وبكل الطوائف الفكرية. فالتعليم أو التثقيف الفني شيء لابد منه. صحيح. ضروري جدا للمبتدئ او حتى للشخص الشغوف انه يعلم ان مهما وصل من فن فهو لا زال في البدايه. صحيح. والتعليم لا يقف فقط على عند نقطه واحده، بل يستمر تقريبا لجميع النقاط والخطوات. ايه اكيد. نعم اكيد طبعا. وحتى عندك في الدورات هذه دورات التدريب اللي في التصوير وكذا. نعم.
في بعض المصورين يكثف من الدورات الأساسية. صحيح. وهذا ما راح يوديك لأي مكان. يعني احنا مثل ما قلنا في البداية، إذا أنت تبى تأخذ شيء أو علم أو هذه المهارة، روح إلى رأس الهرم. صحيح. فأنت كمل هذه الخطوات من ألف إلى باء إلى وانت ماشي. صحيح. أستاذ عبد الله، أنت كذلك شاركت متابعينك بالصور من خلال واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث عن هذا الحساب اللي قدمته تقريبا لمتابعينك، وشو أهمية تواصل الفنان مع المجتمع حول الفنون أو الإبداعات التي يقدمها؟ التواصل هو أحد ركائز نمو الفن. صحيح. في ذات الفنان وأيضا في ذائقة الناس، لأن الناس أحيانا أو خلنا نقول أن الجمهور الفني قد لا يفهم الفنان أو صحيح. قد لا يستوعب الفكرة. صحيح. إلا إذا الفنان حاول أنه ينشر بعضا من شعله. صحيح. للجمهور ولأذهانهم من ثقافة ومن تشارك لخيالاته ولفلسفته لهم. صحيح. فمن هذا الباب، من باب أولى أن التواصل يكون كثيف، واحنا نعرف ان اغلب الفنانين يحبون العزله وانا منهم. صحيح. لكن هذه العزله تفيد في مرحله البحث والتطوير. صحيح. والانتاجيه، وايضا وهذا تطوير الشخصيه الفنيه. لكن التواصل شيء مهم جدا، شيء يبني امور كثيره منها. صحيح. العلاقات. صحيح. وهذه العلاقات احد الاشياء المهمه في دعم الفنان نفسه، راح تدعمك. نعم. انت كفنان. صحيح. راح توصلك لاماكن انت ما كنت حاط بالك اساسا انك انت راح توصل لها في يوم من الايام. صحيح. استاذ عبد الله، نتحدث كذلك الان عن فن الخط العربي، من المميز بالنسبه لك انت، وكيف تحولت او خلطت بين هذا الفنين تقريبا اللي هو فن التصوير وكذلك الخط العربي؟ الخط العربي يعني أنا ما أقدر، يعني أنا ما أعرف هل إذا أقدر أني أعبر عن 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 قيمة هذا الفن. جميل. بكلمات أو بأشعار أو لا. في البداية هو أحد يعني هو أحد الفنون الإسلامية، أحد ركائز حضارتنا. صحيح. الإسلامية، وهو إرث. صحيح. ولو لا زال أنه حاليا احنا خلينا نقول احنا في ذروه التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي. التكنولوجيا والتحديث وهذه المدارس الحداثيه، فمن المهم جدا ان احنا نهتم في هذا الارث. وكذلك انا يعني عجبني ان انت يعني مميز، ان طاقه شبابيه مقبله على هذا الفن، وهو فن الخط العربي فن عريق جدا، ويعني معروف منذ القدم، واللي يكونون فيه او يقتنون تقريبا من ذوي الخبره الكبيره او هذا، فشيء جميل انك انت تكون تقتني هذه الموهبه الجميله. هو في العاده احنا اللي نشوفهم اول ما نسمع ان فلان الفلاني خطاط مثلا. نعم. على طول اللي يتبادر في اذهاننا ان الريال كبير في السن، فوق الأربعين، فوق الخمسين، ذو شعر أبيض، جالس ويكتب بكل أريحية وبطء وكذا. فهذا هو يعني أحيانا الخطاطين يعني بهذه الصورة الذهنية اللي عند الناس، هي أن لأن أساسا يعني الخطاط يمر في مراحل طويلة جدا. صحيح. لأن الخطاط أو فن الخط بالتحديد يحتاج إلى صبر. صحيح. كبير وجهد خاصة أنواع الخط كثيرة تقريبا، والأساليب كثيرة. أنواع الخط كثيرة، الأساليب. نعم. وحتى المدارس كثيرة، فهذا يعني هذا يتطلب أن الخطاط يضحي بأثمن ما عنده اللي هو. صحيح. الوقت. صحيح. أنت وقتك كله لهذا الفن. صحيح. أستاذ عبد الله، كذلك عرفنا أن أنت عندك مشروع تفاصيل، نبي نلقي الضوء على هذا المشروع، طبعا نتمنى لك التوفيق فيه إن شاء الله بإذن الله، وطاقة شبابية طبعا نفتخر فيها تقريبا، نتأكد نلقي الضوء أكثر على هذا المشروع إن شاء الله. مشروع تفاصيل مشروع شبابي إماراتي 100%. جميل. نحن مجموعة من الشباب الإماراتيين. جميل. كلنا بتخصصة. التفاصيل هي ماركة إماراتية. جميل. متخصصة في صناعة الملبوسات. جميل. القمصان بالتحديد. جميل. ويعني احنا نتميز بالتصاميم الإبداعية. جميل. والتصاميم الأصلية. نعم. اللي تكون يعني على قولتهم
ان هاوس. جميل. يعني تصاميم اصليه من تصميم مصممين اماراتيين. جميل. نحاول ان نوصل او يعني ان نوصل الثقافه الابداعيه التصميميه العربيه. جميل. في هذه القمصان وضعت مثلا لمسات الخط العربي تقريبا او اشياء. نعم. عندنا قميص انا ما اعرف اذا بيعرضونه ولا لا. احب البر والمزيون. هذا القميص احنا عملناه قبل سنه تقريبا او اقل يمكن. نعم. كانت في فتره الشتاء. جميل. فلاقى يعني رواج كبير من الشباب واستغربنا ايضا لقى رواج كبير ايضا من النساء يعني من خواتنا. فهذا اذا دل بيدل على ان الجمهور يبي يشوف شيء بالخط العربي. صحيح. يبي يعود لارثه. صحيح. للشيء اللي يعرف انه هو منتمي له. صحيح. نعم استاذ عبد الله، كلمه اخيره تقدمها لمجموعه الشباب وكذلك المشاهدين اللي يتابعونا، لاي واحد من الشباب او كذلك اي فرد من المجتمع عنده اكثر من موهبه حاب انه يبدع فيها، كيف يطورها وكيف يحافظ عليها وان شاء الله ترى النور باذن الله. ان شاء الله. في البدايه انا ما املك موهبه واحده او نعم. ثنتين او ثلاث او اربع. انا املك الوقت. صحيح. وانا املك الشغف. صحيح. وانا املك المستقبل اللي انا اشوفه لعمري. فاذا فكرنا احنا من هذا الباب، اذا احنا قدرنا ان نتعلم هذه الموهبه او هذه الصنعه راح نوصل، راح نتميز ان شاء الله وراح نكون اعلام. لكن هذا كله يعود في النهاية وفي البداية لك أنت كشخص. صحيح. أو لك أنت كفنان. إن شاء الله أتمنى لك التوفيق أستاذ عبد الله، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم، من تميز إن شاء الله إلى تميز، والله يوفق في هذه الموهبتين الجميلتين. إذا كان معنا المصور الفوتوغرافي والخطاط عبد الله الأستاذ الحمادي، حياك الله في برنامج أماسي ونورتنا في هذه الأمسية الجميلة.